بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عبد الرحمن شكري، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن محاضرة من محاضرات النفرولوجي، وهي الـ Urinary Tract Infection. المحاضرة سمعت إن هي مسببة لكم أزمة، لكن هي محاضرة سهلة وبسيطة جدا، ومهم أي طبيب يتخرج يكون عارفها أو عارف البيزكس بتاعتها، لأنها حاجة مشهورة جدا جدا جدا، وتقريبا on a daily basis ممكن نضطر للاحتكاك بيها والتعامل معاها. الأجندة بتاعتنا النهاردة هنتكلم شوية عن الانترودكشن والباك جراوند بتاعت المشكلة وليه هي مهمة، بعدين شوية definitions، 5 definitions مهمين جدا جدا للMCQs، بعدين الباثوجينيسيس، ازاي الـ UTI دي بتحصل، الكلينيكال بيكتشر، هنتكلم عن الساينز والسيمتومز، وهنتكلم عن الانفستيجيشنز وهاو تو دايجنوز، وبعدين هنتكلم عن التريتمنت والبروفيلاكسز، وفي الأخير هنتكلم عن 6-7 كده special types من الـ UTI مهمين برضو نبقى oriented بيهم. نبدأ أول حاجة بالإنترودكشن كده، يعني إيه UTI؟ Urinary Tract Infection. العدوى دي بتصيب من اللي منين؟ هي أي infection بتصيب أي مكان من أول الكدني لحد الترمينال يوريثرا. فهنبدأ، هي دايما بتبقى ascending، يعني لما نيجي نتكلم عن الباثوجينيسيس الـ UTI بتاعها أو الباثوجينيسيس بتاع الـ UTI إن هو ascending infection، الأورجانيزمز جاية من تحت وطلع لفوق. فلو حصل infection في اليوريثرا هنسميها urethritis، لو extended infection وصل لليورينري بلادر هنسميه cystitis. طيب لو وصل لليوريتر هنسميه urethritis. لو وصل للرينال بلفز والكيدني نفسها هنسميه ايه؟ pyelonephritis. وطبعا في اي خطوة من دول لو العيان immunocompromised او عنده risk factors ممكن الorganisms او البكتيريا ديت تسبريد من جوه اليورينري تراكت للبلد، فتعمل ايه؟ تعمل بكتيريميا وسبتسيميا اب تو سبتك شوك ويموت، لو لا قدر الله لو ده حصل يعني. فبايلونيفرايتس انفلاميشن للكيدني، للرينال بلفز اوف ذا كيدني، المنطقه ديت من الرينال بلفز، ممكن تاكستند الكورتكس كمان. ماشي. طيب الانستنس بتاع اليو تي اي اللي هو مش بس اللور يو تي اي، يعني اليو تي اي انا اقدر اقسمه لابر ولور. ابر هو أي حاجة من أول اليوريتر لحد الكدني، lower هو اليوريثرا واليورينري بلادر، يعني الاثنين دول lower UTI، لكن الاثنين دول يعتبروا upper UTI. أغلب الناس بتبقى فاكرة أن UTI بس بينفولف اللور تراكت، لا، UTI بينفولف لحد الكدنيز. ده by far the most common disorder بيأفكت الرينال تراكت، ده أشهر pathology ممكن يجي في اليورينري تراكت. 50% من السيدات، وهنعرف ليه common في السيدات أكتر من الرجال الـ UTI ده بسبب الـ short urethra، ده أهم risk factor. فالorganisms ما بيتسلقش وما بيصعدش كتير، زي ما قلنا الـ most common route هو الـ ascending infection، وهنعرف برضو الـ ascending infection دي جاية منين في بداية الـ pathogenesis. 50% يعني نص سيدات بيجيلهم على الأقل UTI مرة في حياتهم. طب لما يجيلهم UTI إيه الأسهل؟ ان البكتيريا توصل لليورينري بلادر ولا توصل للكيدني؟ اكيد تبقى تحت، يبقى الموست كومن طبعا هو السيستايتس. فعلى الاقل مره واحده بس هيجي لهم يو تي اي، نص السيدات هيجي لهم يو تي اي مره واحده بس في عمرهم على الاقل. ممكن يحصل سكند انفكشن، طبعا ممكن يحصل سكند انفكشن، ده حاجه كومن كمان، خصوصا السيدات اللي جالهم يو تي اي قبل كده، لكن ده بيمثل تقريبا 3-5% بس من السيدات اللي جالهم يو تي اي مره هيجي لهم ريكورنت يو تي اي. طيب ده بالنسبة للسيدات للفيميلز. في الرجالة وفي الأطفال، هل الـ UTI حاجة مشهورة أنها تحصل؟ لا، بتكون غير، وغالبا لو حصلت في راجل أو في طفل بنشك أن العيان ده عنده urinary tract abnormality، سواء كان structural أو functional، يعني هو مولود بcongenital anomaly في الكيدني، مثلا حاجة زي الـ polycystic kidney disease ديت بتpredispose للـ UTI، حاجة زي مثلا الفازايكو يوريتريك ريفلوكس أو البوستيريور يوريثرال فالف في العيال الصغيرة اللي بيتولدوا بيه، كل دي كونجنتال أنوماليز ممكن تؤدي إلى UTI. أو حاجات فانكشنال مش شرط تبقى ستراكشرال، يعني مش حاجة، يعني مش شرط تبقى حاجة هيكلية أو حاجة في الستراكشر، ممكن تبقى حاجة في الوظيفة بس. المفروض إن اليورين بيمشي من فوق لتحت، لو حصل حاجة اسمها ريفلوكس يحصل مثلا ريفلوكس نيفروباثي، ده يضر الكلية ويدمر البابيلي اللي فيها، فممكن يبريدسبوز لليو تي اي، فدي حاجه اسمها فانكشنال ابنورماليتي مش بس ستراكشرال ابنورماليتي. في الحالات ديت بنحتاج انفستيجيشن، وهقولها دلوقتي ونكررها تاني قدام،
لما اشك في structural او functional abnormality هنا بحتاج imaging او dynamic study، مش بس هشوف urine analysis وخلاص. نتكلم عن ال definitions. احنا عندنا 5 definitions لازم نكون فاهمينهم وعارفينهم كويس جدا 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 لشهرتهم قوي في الاسئله. اول حاجه يعني asymptomatic bacteriuria، ودي هنتكلم عنها في specific types في اخر المحاضره وهنقول تفاصيل فيها، لكن هي من اسمها asymptomatic bacteriuria، يعني في بكتيريا في اليورين فعيان ما عندوش symptoms as simple as that. بيقول يعني ايه برضو isolation of significant bacterial count in an asymptomatic patient، احنا عزلنا بكتيريا من اليورين فعيان ما عندوش symptoms. طيب يعني ايه uncomplicated UTI؟ يعني في UTI established UTI عيان فعلا عنده infection هنا، لكن uncomplicated. ليه uncomplicated؟ لان العيان ده عنده urinary tract normal، مفيش اي congenital anomaly فيه، والعيان ده طالما عنده UTI يبقى هو symptomatic، عنده symptoms بيشتكي منها. طب يعني ايه بقى complicated UTI؟ هو symptomatic patient برضو بس مش normal urinary tract، لا هنا بقى في structural او functional abnormalities زي ما قلنا. طيب اخر اتنين دول مهمين قوي، يعني ايه reinfection، يعني ايه relapse، وايه الفرق ما بينهم، وما ينفعش ننساهم. reinfection يعني جاله عدوى من جديد، مش شرط يكون بنفس الأورجانيزم. عيان كان عنده UTI النهاردة، خف منها، أخد أنتيبيوتكس وتعالج، كمان شهر شهرين جاله UTI تاني. لو كانت UTI الجديدة ديت بنفس الأورجانيزم هنسميها ريلابس، وأحيانا كمان بيحطوا لها تايم ليميت، يعني يقول لك في خلال 6 شهور عشان تسميها ريلابس، لكن مش كل التكست بوكس يعني بتقول كده. لكن الري انفكشن مش بتشترط، بتقول لك with the same او different organisms، وكمان مش بتشترط مده زمنيه، يعني ضمنيا اكننا بنقول ان الريلابس هو احد انواع الري انفكشن او recurrent UTI. يبقى ري انفكشن with the same او different organism، لكن الريلابس with the same organism، recurrent UTI with the same organisms. وفي الغالب الريلابس بيبقى خطا في العلاج، يعني العلاج مش بيكون كافي للقضاء تماما على الاورجانيزم، فبيبقى كأنه latent في البودي لحد ما الظروف تتهيأ فيرجع تاني الانفكشن. طيب نبدأ الباثوجينيسيس. عموما أي انفكشن في أي حتة في الجسم الاتيولوجي أو الباثوجينيسيس بتاعها مكون من 3 محاور. أول محور هو البريديسبوزينج فاكتورز، العوامل اللي بتسهل حدوث هذه الانفكشن. تاني عامل هو الروت اوف انفكشن، إزاي جت للجسم. تالت عامل هي الأورجانيزمز اللي بتعمل الانفكشن دي. الأورجانيزمز أشهر أورجانيزم بيعمل الـ UTI أكيد كلكم عارفينه، هو الإشريشيا كولاي أو الإي كولاي. طب والروت، أشهر روت by far the most common هو ascending، ascending transurethral، عن طريق اليوريثرا ascending من بره لجوه. يبقى كده خلصنا دراعين، two arms out of three، والاتنين دول أسئلة في غاية الأهمية في الـ MCQ. by far the most common root is transurethral ascending. By far the most common organism is E. coli. طيب نتكلم بقى عن ال predisposing factor أو ال etiology نفسه. في الفيميل، لأن الفيميل عندهم short urethra بتبقى 4 سنتي تقريبا، على عكس بتاعت الميل اللي بتبقى مكونة من كذا part بتوصل ل 20 سنتي. ال pathogens المسؤولة عن ال UTI بتبقى موجودة في ال GIT من الكولون. أشهر واحدة فيهم هي الإي كولاي أو الجرام نيجاتيف انتيروباكتيريسيز، عموما حتى اسمهم انتيروباكتيريسيز لأن هما موجودين في الانتركت تيشو في الجي اي تي بتاعنا. اليو تي اي قلنا إنها أساندنج. أساندنج منين؟ من بره لجوه. يعني هي موجودة فين؟ موجودة في البارينيوم، موجودة حوالين الفاجينا، موجودة حوالين الأنال أوريفيس، موجودة حوالين الفالفا في الفيميل لأن الفيميل هي الموست كومن، بتيجي من الترانسيوريثرال انسترومنتيشن. مثلا عيانة بنركب لها فولي كاثيتر في ظروف سبتك، يعني ما عملناش اي سبتك تكنيك كويس، ما عملناش تعقيم كويس، فإحنا اللي دخلنا الأورجانيزم، بنسميها ياتروجينيك انفكشن، إحنا اللي دخلنا الأورجانيزم لليورينري بلادر وإحنا اللي جبنا لها الـ UTI، لأن الأورجانيزم هي already في الظروف اللي مش هايجين كفاية عاملة كولونيزيشن بره في البيرينيوم، بس هي محتاجة تدخل. إحنا ممكن نسهل دخولها بالإنسترومنتيشن أو during the intercourse، أثناء العلاقة في الانتركورس ممكن الأورجانيزم اللي موجود في البيرينيوم يدخل لليوريثرا، لأن الفاجينا موجودة قريبة جدا من اليوريثرا خصوصا في الفيميلز. عشان كده في حاجة اسمها honeymoon cystitis،
UTI او inflammation لليورينري بلادر بيحصل في الهانيمون في شهر العسل بسبب الماينور او الماينيوت تروما اللي بتحصل حوالين الفاجينا، فبتخلي الكولونايزنج بكتيريا اللي موجوده في المنطقه بيري فاجينال تاسند عن طريق اليوريثرا وتوصل لليورينري بلادر، خصوصا لو مفيش هايجينيك كونديشن كافيه. يعني في بكتيريا اسمها لاكتوباسيلاي، دي تعتبر كومنسال نورمال فلورا مفيده مش بتضر، موجوده نورمالي في الفاجينا. من اسمها لاكتوباسيلاي بتستفيد من الجلايكوجين اللي موجود في اللايرز بتاعه الفاجينا وتحوله للاكتيك اسيد. فبيعمل ايه الاسيد ده؟ بيعمل ايه في البي اتش؟ بيقلل البي اتش، بيخلي الميديا اسيدك، والبكتيريا بتكره الاسيدك ميديا، فلما تقلل الاسيدك ميديا بتحمي الجسم من اليو تي اي او من الفاجينايتس عموما. علشان كده لو اي حاجه عكست وجود اللاكتوباسيلاي ممكن تجيب فاجينايتس، وبالتبعيه ممكن تجيب يو تي اي. ايه بقى الحاجات اللي هتعمل فيلير للديفنس ميكانيزم ده اللي هو اللاكتوباسيلاي؟ اي تغيرات في الفاجينال بي اتش، مثلا بعض السيدات اللي بتستخدم حاجات زي الفاجينال دوشز او كده، دي ممكن تقتل اللاكتوباسيلاي فتؤدي الى ان البي اتش يزيد لان مفيش حاجه هتقلله، او استخدام السبيرميسايدز هتقتل البكتيريا برضو وتعمل نفس الفكره، او استخدام الانتيبيوتيك برضو الانتيبيوتيك بيدمر وجود اللاكتوباسيلاي ويعمل نفس الفكره. نفس الفكره برضو اللي موجوده في الجي اي تي في السودو ممبرينس كولايتس، استخدام الكلاندامايسين بدرجه عاليه ممكن يقتل لك الكومنسال فلورا اللي هي نورمالي موجوده في الجي اي تي، وياخد ويخلي الباثوجينيك بكتيريا تاخد الابر هاند في الجي اي تي وتعمل لك سودو ممبرينس كولايتس. فكل العوامل ديت بتؤدي الى اليو تي اي. بعض السيدات بيكون عندها inherited ويونيك ريسبتور على اليوروثيليوم. اليوروثيليوم هو الابيثيليوم بتاع اليورينري تراكت، يورينري بلادر واليوريثرا وكده، اللي هو ترانزيشنال ابيثيليوم. فبعض السيدات بتكون مولوده بيونيك ريسبتور على اليوروثيليوم ده بيسمح للايكولاي انها تمسك فيه. ومش بس كده، لا ده الايكولاي بواسطه البلازميد اللي جواها ممكن تصنع نوع من انواع البلاي او الفامبريا علشان تلزق على سطح اليوروثيليوم ده، زي ما موجودة هدي مثلا الإيكولاي عندها فامبريا أو بلاي، دي كلام أخدناه في الميكروبيولوجي بقى. البلاي ديت بتمسك في سبيسيفيك ريسبتور موجود على الإبيثيليال سيل أو اليوروثيليوم، فطبعا ده بيسهل الاتاتشمنت، لأن زي ما يعني مثلا هي بتبقى أساندنج يعني عكس اتجاه اليورين. اليورين وهو نازل لو هي مش لازقة في الوول ممكن يعمل لها ووش أوت وما يجيبش انفكشن، صح؟ صح. لكن ايه اللي بيحصل؟ حتى مع نزول البول هي بتريزست الدايركشن اوف فلو اوف يورين عن طريق الاتاتشمنت او الادهيجن للبول ده. دي واحده من الباثوجينيك فاكتورز او كريتيريا اللي بتستفيد منها الايكولاي علشان تعمل الانفكشن. خدوا بالكم من حاجه مهمه برضو، ان اصلا اليورين بتاعت كله المفروض يبقى استيرايل، يعني نورمالي هو مفهوش بكتيريا خالص except آخر حتة في اليوريثرا، الترمينال يوريثرا هي اللي ممكن نلاقي فيها شوية بكتيريا، لكن ما عدا ذلك كل الحتة اللي فوق دي خالص المفروض ما يبقاش فيها بكتيريا تماما. دي تعتبر هي الإيكولاي. المفروض هي جاية منين؟ مكانها الرئيسي هي تعتبر نورمال فلورا، لا بتأذي ولا بتضر، موجودة في الجي اي تي في الكولون والركتم، ممكن تنزل عن طريق الركتم وتعمل colonization في منطقة البيرينيوم. بيرينيوم يعني سهل جدا في الفيميل تبقى قريبة من الفالفا، فأي باد هايجين أو كده ممكن توصل للفاجينا، ممكن توصل لليوريثرا. المفروض مين اللي بيحمي هنا المنطقة ديت؟ هنا بيبقى فيه لاكتوباسيلاي بتتغذى على الجلايكوجين اللي موجود في الإبيثيليوم بتاع الفاجينا علشان تطلع اللاكتيك أسيد وتقلل البي اتش. طب مين اللي بيزود الجلايكوجين هنا؟ هرمون الأستروجين. عشان كده اللاكتوباسيلاي في البوست منوبوز بعد سن اليأس بتقل جدا في السيدات. المهم لو البي اتش هنا اللي المفروض تبقى قليله علشان تحمي اجينست الايكولاي زادت البي اتش، اللي هيحصل الكولونايزيشن هيزيد، فريسك اوف يو تي اي اوف اسندنج ترانس يوريثرال انفكشن هيزيد، اهو الايكولاي عملت اسندنج. يبقى زي ما قلنا احنا في اي باثوجينيسيس بنتكلم على ثلاث محاور، اي ايتيولوجي او باثوجينيسيس بتاع اي انفكشن في الجسم احنا عندنا 3 arms. اول حاجه الروت، ثاني حاجه الاورجانيزمز، ثالث حاجه ال
predisposing factors. احنا كده يعتبر اتكلمنا عن التلاتة، بس لسه predisposing factor محتاجين نفصل فيها. لكن بنراجع الستيجز بتاعت الـ UTI، بدأنا بالcolonization من تحت خالص. الcolonization عكس الانفكشن، يعني الcolonization هو مجرد ضمير presence، يعني الوجود المجرد للبكتيريا من غير ما تعمل invasion ولا تعمل infection. عملت penetration للإبيثيليوم ودخلنا بقى في مرحلة الانفكشن. بعد ما تعمل penetration هتعمل ascension، هتأسند عن طريق الريسبتور اللي هي ماسكة فيه، بدل ما تبقى موجودة في اليوريثرا بس، لا توصل اليورينري بلادر. طيب هتكتفي باليورينري بلادر؟ لا، هتوصل لليوريتر ومنه للرينال بلفس، فتعمل بايلونيفرايتس. وانس عملت بايلونيفرايتس فكده خلاص ممكن تدخل في الـ AKI، acute kidney injury. ايه بقى هي الـ predisposing factors او الـ host factors اللي بتؤدي لحدوث الـ UTI؟ اول حاجة الفيميل، مجرد ان هي ست بسبب الشورت يوريثرا ده بيزود الريسك فاكتور. السكشوال انتركورس زي ما قلنا في حاجه اسمها هانيمون سيستايتس، بسبب المينيوت ماينور تروما اللي بتحصل اثناء الانتركورس ده بيزود الكولونايزيشن في البيريفاجينال اريا، ممكن يزود الريسك اوف يو تي اي. استخدام السبرميسايدز، اكيد انتوا عارفين يعني ايه سبرميسايدز، يعني ديورينج الانتركورس برضو دي واحده من وسائل منع الحمل. بعض الرجاله يعني بتستخدم مثلا، ممكن يكون الكوندوم محطوط فيه سبيرميسايدال ايجنت يعني عشان يقتل السبيرمز فيقلل الريسك اوف كونسبشن او البريجننسي لو هم متفقين ان هم يمنعوا الحمل او كده. اليورينري ستيزس، اليورين نفسه ده يعتبر ميديوم حلوه جدا للبكتيريا علشان تترعرع فيها وتتكاثر وتعمل لك يو تي اي. فاي فاكتور هيعمل يورينري ستيزس، اي فاكتور هيمنع خروج اليورين من اليورينري بلادر ممكن يؤدي الى يو تي اي. نفس الفكره برضو الانكمبليت بلادر امتنج، مثلا النك بتاع البلادر حصل فيه اوبستراكشن او ستينوزز او ستريكتشر زي ما هنشوف دلوقتي. اي كوموربيديتيز عند العيان، اميونو كومبرومايز بيشنت عنده دايابيتس ميليتس، والدايابيتس ميليتس زي ما اخدته قبل كده او هتاخده في المستقبل في الطب عموما ممكن الجيرياتريكس تتعرضوا ليها، او حتى في راوند النفرولوجي هتاخده ازاي الدايابيتس بيأثر على الكيدني واليورينري بلادر عموما. لكن مثلا الدايابيتس بيعمل من الاوتونوميك نيوروباثي اللي بيعمله بيأثر على اليورينري بلادر ويخليها اندر اكتيف يورينري بلادر، بيعمل حاجه اسمها ريتنشن وذ اوفر فلو انكونتيننس، فالريتنشن ده بيخليه انكمبليت بلادر امتينج. برضه العيان الهوسبيتالايزد او الانستيتشنالايزد ما بيتحركش كتير فبيجي له يو تي اي. والايجنج، الزياده في العمر خصوصا في السيدات، الاستروجين يقل. لما الاستروجين يقل ايه اللي هيحصل؟ هل اللاكتوباسيلاي هتتغذى على الجلايكوجين؟ لا. فايه اللي هيحصل؟ هل البي اتش هتقل؟ لا، البي اتش هتزيد. فعشان كده البوست مينوبوز از ريسك فاكتور اوف يو تي اي. في فاكتورز ثانيه، في الايراديكيشن للفاجينال كومنسال اورجانيزمز زي ما قلنا، مثلا عيانه بتستخدم فاجينال دوشز او انتي بايوتكس للفاجينا ممكن تقتل اللاكتوباسيلاي فتزود الريسك بتاع اليو تي اي. اليورينري تراكت ستونز، وجود الستونز تعتبر ميديم برضو خصبه لحدوث اليو تي اي. استخدام اليورينري كاثيتر، الكاثيترايزيشن نفسه، وجود الكاثيتر جوه الجسم ده يعتبر فورين بودي، او الستنت اليوريتريك ستنت في اليوريتر، كل ديت برضو فاكتورز ممكن تزود فرصه حدوث اليو تي اي. اخر حاجه هي الهايلي كونسنتريتد يورين، لما الاوزمولاليتي، وهنا احنا بنقول اوزمولاليتي لان هي ملي اوزمول بير كي جي، انما اوزمولاريتي بتبقى باللتر، لاريتي فيها ار لتر ار، انما طالما بنقول بير كي جي لعدد السوليوتس في كيلوغرام دي اوزمولاليتي. لو الاوزمولاليتي اكتر من 800، وهتوضح برضو في محاضره الاي كي اي والسي كي دي الاوزمولاليتي والتفاصيل دي مهمه يعني، بس مش موضوعها النهارده. الهايلي كونسنتريتد يورين ده برضو يعتبر ميديوم كويسه جدا لليو تي اي اللي تترعرع فيها او البكتيريا. او failed urinary acidification، عدم القدره على ان انت تخلي اليورين acidified بما فيه الكفايه، لما البي اتش بتاعت اليورين تزيد عن 5، دي تعتبر كلها predisposing factor لحدوث اليو تي اي. السلايد ديت انا اخدها من دافيدسون، حلوه جدا، بتلخص الريسك فاكتورز لحدوث اليو تي اي، ممكن تحفظوها منها بغض النظر عن كلام الكتاب لان الكلام متشابه جدا. احنا قسمناهم لثلاث عوامل كبار. اول حاجه incomplete bladder emptying، لان ده هيعمل ستيزز، وقلنا الستيزز دي ميديوم خصبه لحدوث الانفكشن. مين اللي بيعمل incomplete bladder emptying؟ ان يبقى فيه obstruction عند البلادر اوتلو، البلادر نيك تبقى obstructed مسدوده،
مين اللي يعمل كده؟ احنا عارفين ان البروستاتا موجوده تحت البلادر نيك، لو في عيان عنده بي بي اتش او بيناين بروستاتيك هايبربليزيا او انلارجمنت، ده ممكن يسد اليوريثرا فيعمل اوت فلو اوبستراكشن او بالتبعيه بروستاتيك كانسر. لكن البي بي اتش اكتر اخدته في المسالك او لسه هتاخده، ان الكانسر بيبدا في البريفري لكن البي بي اتش بيبدا في السنتر، فعشان كده ده التاثير بتاعه على اليوريثرا بيكون اكبر. لو ما اخدتوهاش اديكوا عرفتوه. ستريكتشر او ستينوزس جوه اليوريثرا برضو هيعمل ايه؟ هيعمل باك بريشر، البريشر هيزيد فوق في اليورينري بلادر. او فازايكو يوريتريك ريفلكس، ريفلكس ما بين اليوريت ما بين اليورينري بلادر والرينال واليوريتر. يعني برضو احنا عارفين ان في فالف ما بين اليوريتر واليورينري بلادر، وبيدخل في المصل كده في الديتروزر المصل بطريقه معينه عشان يبقى وان واي فالف. لو حصل ريفلكس ان اليورين مشى في الاتجاه المعاكس من المثانه البوليه للحالب، ده هيعمل ايه؟ هيعمل incomplete bladder emptying او uterine prolapse. برضو اليوتراين برولابس ممكن يعمل incomplete bladder emptying، لان اليوترس هنا هو اللي هيكون ضاغط على اليوريثرا. يعني بصوا هنا مثلا في اليوتراين برولابس، اهو اليوترس حصل له برولابس. طبعا دي محاضره في النساء، يعني في الجاينيكولوجي تلاقوش خالص، لكن المهم اهو اليوترس نازل، بصوا ضغط على مين هنا؟ ضغط على مين؟ على اليوريثرا، فعمل برضو بلادر اوت فلو اوبستراكشن. طيب مين تاني؟ في حاجه دي تعتبر ستراكشرال كوزز، في حاجات فانكشنال بقى زي النيورولوجيكال بروبلم، حاجات زي المالتيبل سكليروزز والسباينا بيفيدا والديابيتك نيوروباثي، وتقريبا الثلاثه نفس الميكانيزم. اوتونوميك نيوروباثي بيأثروا على الاوتونوميك نيرفس سيستم، زي ما انتم عارفين ان الباراسمباثيتك المفروض ان هو بيعمل ديتروزل اوفر اكتيفيتي ويعمل ريلاكسيشن للسفنكتر او الانترنال يوريثرال سفنكتر عشان يزود حدوث اليورينيشن. عشان كده بنقول ان البيودندل نيرف هو النيرف بتاع الميكتوريشن، حدوث اليورين. فلو حصل العكس بقى في الاوتونوميك نيوروباثي، التغذيه العصبيه للمثانه البوليه حصل فيها اصابه او ديستراكشن او انفلاميشن او اي مشكله، ده هيعمل ايه؟ هيعمل يورين ريتنشن وذ اوفر فلو انكونتيننس، فبالتالي هيعمل انكمبليت بلادر امتنج. في كل الاحوال هتلاقي فيه يورين موجود، ريزيدوال يورين موجود جوه اليورينري بلادر، وده ممكن يزود الريسك اوف انفكشن. طيب ايه تاني غير الانكمبليت بلادر امتنج؟ عندك الفورين بوديز زي اليوريثرال كاثيتر واليوريتريك ستنت او اليوروليثيزس الستونز. في برضو فاكتورز لوس اوف هوست ديفنس، العوامل اللي بتساعد الجسم على الحمايه، الاتروفيك يوريثرايتس او فاجينايتس في البوست مينوبوزال. مين شاطر يقول سببها؟ برافو، لوس اوف لاكتوباسيلاي بوست مينوبوزال بسبب مفيش استروجين، فمفيش جلايكوجين، مفيش استروجين ومفيش جلايكوجين، فمفيش لاكتوباسيلاي بتطلع لاكتيك اسيد وتقلل البي اتش عشان تحميك، يبقى البي اتش هيزيد. والدايابيتس نفس الفكره برضو، الاوتونوميك نيوروباثي اللي احنا قلناها. نتكلم عن الثيرد ارم من اللي بنتكلم عنه في الباثوجينيسيس، وهو البكتيريولوجي، والتفاصيل فيه هم سؤالين بس، مفيش اكتر من كده. احنا عندنا اليو تي اي uncomplicated وcomplicated. The most common organism في uncomplicated هو the most common organism في complicated هو الاي كولاي، يبقى دي خلصنا منها. By far the most common. طب في uncomplicated the second most common هو الستافيلوكوكس سابروفاتيكس، وده يعتبر جرام بوزيتيف كوكاي، وخليكم فاكرين المعلومه ديت عشان هنستفيد منها في الانفستيجيشن. يبقى الستاف سابروفاتيكس ده يعتبر second most common في uncomplicated، وده جرام بوزيتيف على عكس الاي كولاي واخواتها كلهم جرام نيجاتيف. طيب في الكومبليكيتد السكند موست كومن بيبقى باقي الانتيروباكتريسز اللي هم البروتياس والكلابسيلا والستروباكتر والسودومونس، دول كلهم باقي الانتيروباكتريسز او الجرام نيجاتيف باسيلاي، فدول يعتبروا ذا سكند موست كومن في الكومبليكيتد. وزي ما انتم عارفين البروتياس ديت بتدي فيشي اودر وبتعمل لك ستونز، واعتقد تعتبر يوريا سبلاتنج اورجانيزم برضه، فبتاثر على البي اتش. لكن خلينا في السؤالين المهمين، ايه هما؟ الموست كومن سواء uncomplicated او complicated هي الاي كولاي، لكن السكند موست كومن في uncomplicated هي الكواجيليز نيجاتيف ستاف اللي هي ستاف سابروفاتيكس، لكن السكند موست كومن في complicated هي البروتيس والكلابسيلا والسيتروباكتر. دي مراجعه سريعه، اليورينري تراكت ابر الكيدني واليوريتر، اللور بيضم البلادر واليوريثرا، وبعض الناس بتعتبر البروستاتايتس هو نوع من انواع اليو تي اي، لكن خلينا نعتبرها specific type من اليو تي اي. بصوا هنا الاي كولاي بتمثل من 75 ل 95% باقي الاورجانيزمز زي الكليبسيلا نيموني،
والبروتيوس ميرابيلس دول موست كومن او السكند موست كومن في ايه؟ في الكومبليكيتد. لكن الستاف سابروفاتيكس دي تعتبر السكند موست كومن في الانكومبليكيتد. نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر او الساينز اند سيمبتومز هنقسمها، هل احنا بنتكلم عن لوور يو تي اي ولا ابر يو تي اي؟ السيستايتس او اللور يو تي اي بيبقى ليهم حاجه مشهوره جدا في الكتب بتتكتب اللاتس. ايه اختصار اللاتس ده؟ لوور يورينري تراكت سيمبتومز. هم كل دول السطر ده كله ممكن نشيله ونكتب لوور يورينري تراكت سيمبتومز، يبقى احنا نقصد دول. ايه هما طيب اللور يورينري تراكت سيمبتومز؟ هي الحاجات اللي بتحصل مع اللور يو تي اي اللي هي ديسيوريا، بين ديورينج يورينيشن، فريكوينسي دخول حمام كتير، اورجنسي مزنوق، حاسس ان هو مزنوق دايما عايز يدخل الحمام دلوقتي حالا. ممكن تقلب معاه بأرج انكونتنس خصوصا بالناس الكبيرة مش بيقدر يمسك اليورين بتاعه. نكتوريا بيقوم من النوم مخصوص عشان يدخل الحمام. سوبر بيوبيك بين وتندرنس، وجع او اثناء الاكزامينيشن في الم في السوبر بيوبيك اريا او في البلفيك اريا. دول اهم حاجة، اللي بالاحمر اهم حاجة. احيانا ممكن الريحة بتاعت اليورين تبقى اوفنسيف، وبعض الاحيان ممكن يبقى فيه هيماتوريا لو الانفكشن عورت حاجة مثلا في الميوكوزا بتاعت اليوروثيليوم أو كده. في كبار السن، ودي مهمة جدا وهتتأكد عليها مليون مرة في الجيرياتريكس، إن في كبار السن في الألدرلي اليو تي آي ممكن يجي بس بكونفيوجن، يعني عيانة بيشتكي إن هو عنده شوية دروخة كده في مخه، دي تعتبر السمتوم أو الساين الوحيدة إن العيان ده يبقى عنده يو تي آي أو إنكونتيننس. دي حاجة في الجيرياتريكس اسمها نون سبيسيفيك جيرياتريك سندروم. كل الأعراض بتاعت كل الأمراض في الناس الكبار بتكون مختلفة. أشهر حاجة النمونيا، عشان يبقى فيه نمونيا احنا عارفين لازم يبقى فيه بروداكتف كف ودزنيا ومش عارف ايه. لا، برضو في كبار السن النمونيا ممكن تيجي بايه؟ بكونفيوجن. أشهر حاجة في النون سبيسيفيك جيرياتريك سندروم هي الكونفيوجن، عشان كده في تخصص اسمه جيرياتريكس لوحده عشان يتعاملوا مع الفئة ديت، لأنه يعني هو نفس المرض وكل حاجة لكن الأعراض مختلفة، حتى طريقة العلاج والدوزز مختلفة، لأن وظائف الكلى والكبد اللي بتأثر على العلاج بتبقى مختلفة في كبار السن. عشان كده هو تخصص مفصول لوحده زيه زي البيدياتريكس كده. طيب الأبر يو تي آي بقى أو البايلونيفرايتس، كل اللي فات ممكن يحصل فيه، لأن على فكرة هو أسندنج، يعني هو معنى أن حصل بايلونيفرايتس يبقى موست كومن أسوشيتد معاه لور يو تي آي، لأنه طلع من تحت لفوق. يعني في يوريثرايتس زائد سيستايتس وعمل ascending لليوريترايتس وصل لحد البايلونيفرايتس. In very rare condition ممكن البايلونيفرايتس يبقى isolated لما الانفكشن تبقى جاية من الدم، حاجة زي مثلا الميلياري تي بي، في systemic infection موجودة في الدم عموما هي اللي أدت للبايلونيفرايتس، لكن في أغلب الأحيان الانفكشن طالعة من فوق. فباقي الأعراض هتبقى موجودة، يعني كل اللور يورينري تراكت سيمبتومز موجودين بالإضافة إلى إيه؟ systemic manifestation. طالما وصل يعني طالما وصلنا للكيدني فكده في سيستميك مانيفيستيشنز. اشهر حاجه هي الفيفر، عيان اللور يو تي اي ما يسخنش، عيان الابر يو تي اي يسخن، يبقى الفيفر هي اشهر حاجه واهم حاجه، وتعتبر في الكيس سيناريوز هي العلامه الفارقه او الكي وورد اللي بتنبهني ان ده ابر يو تي اي. ممكن عيان يجيله شيلز ونايت سويتس ورايجرز، ممكن نزيا فوميتنج، كل ده ممكن يحصل. تاني حاجه مهمه جدا loin pain او costo vertebral angle tenderness في مكان الكدني، لانه pyelonephritis عند الكدني ده يعتبر local sign. يبقى اهم حاجه الفيفر، تاني اهم حاجه loin pain او costo vertebral angle tenderness، تالت اهم حاجه systemically unwell patient، العيان ده مش متظبط مقريف، في حاجات كتير كده في الفيتال ساينز بتاعته مش مظبوطه، بدا الضغط بتاعه يقع، ممكن يوصل لسبتيسيميا وسبتيك شوك. لو العيان ده immuno compromised خصوصا لو كان طفل، في الحالات ديت كل الليستد سيمبتومز وساينز ممكن تبقى ابسنت تماما. عشان كده الاميونو كومبرومايز بيشنت بيحتاجوا هاي اندكس اوف سسبشن، لازم يكون في حس كلينيكي للدكتور علشان يلقطها بسرعه. وده بيدخل في موضوع كبير قوي، ديفرنشال دايجنوزز رهيب في الطب اسمه بايراكسيا اوف انون اوريجين او فيفر اوف انون اوريجين او ان اكسبلايند فيفر، يعني عيان بيشتكي من سخونيه انت مش عارف سببها. بنعمل له بقى ايه؟ algorithms و guidelines كبيرة جدا عشان نوصل للdiagnosis المظبوط. دي الكوستو vertebral angle من اسمها، هي الانجل اللي ما بين vertebral column و اخر costal rib، اخر rib دي مكان الكوستو vertebral angle، و how to detect هل في tenderness ولا لأ،
ولو بوزيتيف ده معناه ان الكيدني فيها مشكله، او الاكيوت رينال انفكشن او البايلونيفرايتس بيجي بكلاسيك تراياد مهم قوي. اول حاجه لاين بين، تاني حاجه فيفر، تالت حاجه تندرنس على الكيدني في الكوستو فيرتيبرال انجل. في كتاب لطيف جدا اسمه نوتس اند نوتس بيستخدموه في دراسه الام ار سي بي، الزماله البريطانيه للبطنه، لطيف برضو لو حد عنده وقت ممكن يقرا منه يعني. ملخص الدياجنوزز بشكل لطيف، دي للقراءة بس أو للاطلاع بس، ممكن نفترض إنها معلومة إسرائيلية يعني. الدياجنوزز بتاع الـ UTI بيعتمد بشكل أساسي على الـ signs and symptoms. وجود البكتيريوريا أو البيوريا مش معناه إن أنت شخصت بـ UTI، يبقى هو بشكل أساسي معتمد على إيه؟ على وجود signs and symptoms، عيان بيشتكي. وجود بكتيريا في اليورين أو pus cell اللي هي white blood cell في اليورين مش بيشخص لوحده الـ UTI. الجولد ستاندرد تيست عشان تشخص البكتيريوريا ان انت تعمل مزرعه، تعمل كلتشر من اليورينري بلادر، واحسن طريقه عشان تبقى ادق حاجه تاخد بيها الكلتشر ان انت تعمل ايه سوبر بيوبيك اسبيريشن من اليورينري بلادر نفسها عشان تقلل اي ريسك اوف كونتامينيشن. طيب بما ان السوبر بيوبيك اسبيريشن دي احسن طريقه، انت بتدخل سرنجه في السوبر بيوبيك اريا عشان تاخد ايه اليورين نفسه من اليورينري بلادر. هوريكم صورتها برده، بصوا دي صورة السوبرابيوريك اسبيريشن، دخلنا بسيرينج وخدنا اليورين من اليورينري بلادر. دي تعتبر ادق حاجة فعلا، الموست اكريت. لكن هل ده معناه ان احنا بنعملها دايما في كل الحالات؟ لا. ليه؟ لانها انفيزيف، فطالما في طريقة نون انفيزيف ممكن تديني نتيجة مقاربة خلاص ممكن استخدمها واعتمد عليها. ايه بقى الحاجات التانية؟ حاجة اسمها كلين كاتش ميد ستريم يورين اناليسيس، ودي هتاخدوها في محاضرة اليورين اناليسيس وازاي بتتاخد العينة وتتعمل. لكن باختصار انت بتعقم المنطقه اللي حوالين اليوريثرا كويس، سواء الفالفا في البرينيم يعني بتعقمه كويس ببتادين او الكحول وكده، وبعدين تخلي العيان يديسكورد اول حبه من اليورين احنا مش محتاجينهم، لان الحبه دول غالبا هم اللي بيعملوا ووش اوت لكل الاورجانيزمز اللي موجودين في اليوريثرا، واللي احنا قلنا ان في شويه اورجانيزمز ممكن يكونوا موجودين في اليوريثرا، بس انا عايز اجيب اللي موجود في اليورينري بلادر اللي هي طبيعي تبقى ستيرايل ما فيهاش ولا بكتيريايا. فانا باخد الميدستريم حبه اليورين اللي في النص، عشان فهمتوا الاسم جه منين، عشان كده هي اسمها كلين كاتش، باخدها نظيفه عامل الايسبتك تكنيك بتاعتي كويس وميدستريم. ولو العيان مركب كاثيتر ممكن اخد اليورين من الكاثيتر نفسها. ده الاثنين دول بيبقى فيهم شويه ريسك اوف كونتامينيشن ان هم يكونوا ملوثين بشويه بكتيريا، فده ممكن يديك فولس بوزيتيف ريزلت، يبقى العيان ما عندوش انفكشن والعينه تقول لك المزرعه تقول لك والله في انفكشن. دي اسمها contamination. عشان تتغلب على contamination ده تماما الجولد ستاندرد ان انت تاخد العينة من suprapubic aspiration. لكن هل ده معناه ان هي بتحصل في كل العيانين؟ لا، هي اشهر انها تحصل في الاطفال الصغيرين، عشان فكرة الكلين كاتش ميدستريم الاطفال مش هتعرف تظبطها معهم قوي، فاحنا بنريح نفسنا وبناخد suprapubic aspiration في الاطفال الصغيرين. السلايد دي حلوة جدا بتلخص الكلينيكال بيكتر. زي ما قلنا asymptomatic، وجود normal flora، عيان ما عندوش symptoms لكن عنده شوية بكتيريا في اليورين. طب symptomatic خلاص في symptoms، يبقى دي UTI. ال UTI ممكن تبقى urethritis inflammation في اليوريثرا بس، ده معاه lots lower urinary tract symptoms frequency urgency dysuria أو burning sensation اللي هي dysuria أو pyuria في pus cell أو white blood cell فين في اليورين. لو مع دول كلهم في suprapubic pain أو tenderness فوق البيوبيك اريا، دي تعتبر سيستايتس، لان السوبرا بيوبيك ده مكان اليورينري بلادر، فدي هتبقى سيستايتس زي الهاني مون سيستايتس. طب لو زائد كل دول في فيفر وكوستو فيرتيبرال انجل تندرنس ولاين بين، دي هتبقى بايلونيفرايتس. ازاي بشخص اليو تي اي؟ وجود البايوريا يعني باس سيل او وايت بلاد سيل في اليورين، او وجود الاورجانيزم في اليورين بالمايكروسكوبيك اكزامينشن انت شفت البكتيريا نفسها. بعالج ازاي؟ انتي بايوتكس، وهنقول التفاصيل دلوقتي. ملخص الانفستيجيشنز بتاع الـ UTI لأنها مكتوبة في الكتاب بشكل مش حلو، فاحنا عايزين نلخصها بشكل نفهمها بيه ونحفظها بيه بعدها. أول حاجة بستخدمها هي الدبستك، وطبعا انتوا عارفين شكل الدبستك، هوريكم شكلها كمان شوية ليها سلايد. الدبستك دي الشرايط بتاعة تحليل البول، سهلة جدا بتديتكت شوية حاجات. أشهر حاجتين بعمل لهم ديتكشن في الـ UTI عشان أشوفهم موجودين ولا لأ
هي انزيم اسمه ليكوسايت استريز ومادة اسمها نايترايت، وهكلمكم عنها بالتفصيل دلوقتي وهتفهموها حلو جدا. وبرضه بديتكت الجلوكوز عشان ما تنسوش يعني ان الناس ان الدايبيتس ميليتس ده يعتبر سترونج ريسك فاكتور لليو تي اي، ممكن اصلا العيان بتاع تايب 2 دايبيتس ميليتس يبريزنت بيو تي اي. فانت ده العيان اللي عنده سكر من النوع الثاني ده بيبقى معاه حاجه اسمها رينال جلوكوزوريا، لان الثريشولد بتاع الجلوكوز بيزيد عن 180 فبينزل جلوكوز في اليورين. فانت ممكن تشخص دايبيتس بوجود الجلوكوز ده. بعد دبستك انت ممكن تعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن عشان تشوف هل في بكتيريا ولا لا، وكمان تشوف هل في باسل ولا وايت بلاد سيل ولا لا. وتالت حاجه تعملها هي ايه؟ اليورين كلتشر. يبقى انت من اليورين ممكن تعمل ثلاث حاجات، الثلاثه دول بيحصلوا لكل العيانين من اليورين. وطبعا دي برضو السلايد ديت من ديفيدسون. اول حاجه الدبستك الشرايط، ثاني حاجه تفحص العينه تحت الميكروسكوب، ثالث حاجه تعمل يورين كلتشر او مزرعه. طيب زياده عليهم في الانفنت والتشيلدرن واي حد عنده فيفر او كومبليكيتد انفكشن، ممكن تزود على ايه في الحالات الخاصه ديت اللي هي ممكن تبقى خطيره شويه؟ بما انها خطيره فممكن توصل للدم وتعمل سبتسيميو سبتك شوك فهتزود البلاد كلتشر. بما انها خطيره برضو فممكن توصل للكيدني وتاثر على وظائف الكلى، فهتشوف لي اليوريا والكرياتينين اللي هي عباره عن الرينال فانكشن تيست ومعاهم الالكترولايت والسي بي سي فول بلاد كاونت، شوف الهيموجلوبين برضو كل حاجه موجوده والوايت سيل كاونت عموما. طيب لو في استابليشد بايلونيفرايتس في الرجاله او الميلز او التشيلدرن او السيدات اللي عندهم ريكرنت انفكشن، فاكرين اول سلايد في المحاضره بتاعت الانترودكشن لما قلت لكم ان اليو تي اي في الميلز والتشيلدرن تعتبر رير، ولو موجودين اشك ان في ستراكشرال ابنورماليتي ودي محتاجه ايمجنج اهي اتكررت اهي وهتتكرر كمان شويه تاني. في الحاله ديت انا هعمل لهم سونار او سي تي. ببدا بسونار وده يعتبر الانيشيال انفستيجيشن اوف تشويس، والسي تي ده يعتبر الجولد ستاندرد لكن مش بستخدمه في كل الحالات لان في راديشن دوز وغالي. فانا ببدا بالسونار ما فيهوش راديشن وسيف وامن وزي الفل، وبيوضح لي بقى هل مثلا في ستون بتعمل الريكرنت يو تي اي، هل في ستراكشرال ابنورماليتي كونجنتال انومالي مش عارف ايه. وبعمل بلفيك اكزامينشن في السيدات عشان اشوف هل في يوتراين برولابس ولا لا لان واحد من الريسك فاكتورز، وبعمل ركتال اكزامينشن في الرجاله ديجيتال ركتال اكزامينشن برضو عشان اشوف هل في بيناين بروستاتيك انلوجمنت ولا لا اللي هو البي بي اتش لانها واحده من الريسك فاكتور. لو في هيماتوريا، لو في دم في اليورين، ساعتها هعمل سيستوسكوب منظار للمثانه البوليه، لان اكتر حاجه انا شاكك فيها لو في كونتينوس بليدنج من اليورينري بلادر ما بيستجبش لاي حاجه ان العيان ده يكون عنده بلادر كانسر، which is حاجه مش نادره، لا حاجه بتتشاف not uncommon زي ما بيقولوا بتحبوا تهزروا بيها. طيب كلمتين كده عن اليورين ليكوسايت استريز. هو من اسمه ده انزيم بيطلع من الليكوسايت، انا بعمل له ديتكشن بالدبستك اليورين اناليسيس، بيلون لون بيربل يبقى بوزيتيف، بيلون لون بيربل يبقى النيجاتيف بيلون لون اصفر. لو لقيته الخانه بتاعته لونها اصفر معناها ان هو مش موجود. طيب انا بستفيد منه ايه الليكوسايت استريز؟ لو انا لقيته بوزيتيف يعني لونت لون بيربل معناها ان في اليورين ده ليكوسايت استريز، معناها ان الليكوسايت استريز ده ما بيطرش فهو موجود جوه الليكوسايت، يبقى في وايت بلاد سيل او ليكوسايت جوه اليورين ده، فانا كده شخصت ان في يو تي اي. انك استستابل هعملها ان انا اعمل يورين كلتشر علشان ايدنتيفاي الاورجانيزم. هاخد العينه ازاي؟ هل هاخدها بالسوبرا بيوبيك اسبيريشن؟ لا مش دي الموست كومن، الموست كومن كلين كاتش ميد ستريم يورين سامبل، وشرحنا بتيجي ازاي. وهنا بيكرر المعلومه بتاعت ان باي فار ذا موست كومن كوز اوف اسيمتوماتيك بكتيريوريا او اليو تي اي الاورجانيزم اللي اسمه اي كولاي. يبقى ليوكوسايت استريز هل بيشخص وجود بكتيريا؟ لا بيشخص وجود وايت بلاد سيل او باس سيلز جوه اليورين. مين اللي بيشخص وجود بكتيريا جوه اليورين؟ النايترايتس. برضه النيجاتيف بيدي لون اصفر او داكن شويه لكن البوزيتيف بيدي لون بينك. ايه حوار النايترايت ده؟ اليورين نورمالي موجود فيه نايتريتس وبكميات صغيره، نايتريتس تعتبر NO3. لو في انزيم بيعمل اختزال بيعمل ريدكشن ريدكتيز، هو ايه عمليه الاختزال من ايام الكيمياء في ثانوي؟ الاختزال هو ان انت تقلل الاكسجين او تزود هيدروجين او تزود الالكترونز، فهنا ال NO3 بقت NO2، النايتريتس بقت نايترايتس، فاحنا نزعنا واحده اكسجين يبقى عملنا ريدكشن عملنا اختزال، ده اسمه انزيم ريدكتيز. الريدكتيز ده موجود فين؟ موجود في الجرام نيجاتيف اورجانيزمز زي كل الانتيرو بكتريسز. يعني ده موجود في مين؟ موجود في الايكولاي اللي هي الموست كومن،
موجود في البروتيس، في الكليبسيلا، في السودومونس، كل دول موجود فيهم الريدكتيز ده. فانا لو لقيت في نيترايت معناها ان هي كانت نيتريت وتحولت لنيترايت بواسطه انزيم اسمه ريدكتيز، يبقى ريدكتيز موجود فين؟ في اليورين. يبقى هل هو برضو بيطير؟ لا مش بيطير، يبقى جه من البكتيريا اللي بتطلع الريدكتيز. فانا كده استنتجت ان في بكتيريا في اليورين، يبقى مع الكلينيكال ساينز وسيمتومز بتاعه العيان شخصت وجود يو تي اي. ايه هي النكست ستيب؟ نفس الكلام، يورين كلتشر. هل ممكن عيان، طب سؤال برضو انا لمحت لكم ليه في اول المحاضره بس هسالكم وهديكم وقت تجاوبوا، هل ممكن عيان يبقى عنده يورين نايترايتس نيجاتيف وفي نفس الوقت انا متاكد 100% ان عنده يو تي اي؟ اعملوا بوز كده للفيديو. برافو، حاسس ان في حد قالها. احنا قلنا ان ده موجود في الجرام نيجاتيف اورجانيزمز بس، مش موجود في الجرام بوزيتيف. مين هو السكند موست كومن كوز اوف يو تي اي في الانكومبليكيتد بيشنتس؟ برافو، استافيلو كوكس سابروفاتيكس، وده يعتبر جرام بوزيتيف، فما بيطلعش ريدكتيز، فما بيبقاش فيه نايترايت في اليورين. دي حته كده على جنب يعني. اليورين بايوريا، يعني ايه بايوريا؟ يعني the presence of pus cell في اليورين. ايه هي البص سيل ديت؟ البص سيل هي تعتبر الوايت بلاد سيلز او الليوكوسايتس الناتجه من عراك الجسم مع الاورجانيزم. الجسم بيخوض معركه ما بين البكتيريا وما بين الديفنس بتاعه، الدرع الواقي اللي بيحمي الجسم اللي هي الوايت بلاد سيلز. ف نورمالي في لحد 4 وايت بلاد سيل في الهاي باور فيلد انت تشوفهم تحت الميكروسكوب، وطبعا ما فيش وايت بلاد سيل كاستس. وانتوا ماشيين في النفرولوجي او اكيد انتوا خلاص طالما وصلتوا لمحاضره اليو تي اي فانتوا عارفين ان وجود الكاستس معناه ان في مشكله في الباومنز كبسول والرينال تيوبولز من فوق خالص، يعني في مشكله في الكيدني، عشان كده الجلوميرولونفرايتس بتبقى اسوشيتد بوجود كاستس، تبقى ار بي سي كاستس بقى وكده. فطالما في كاستس موجوده ده بيقول لي ان في رينال تيوبولر ديزيز، سواء كان بايلونفرايتس او انترستيشال نفرايتس او جلوميرولونفرايتس او سيستميك لوبس نفرايتس. لكن غياب الكاستس معناه طالما احنا شخصنا يعني ان في وايت بلاد سيل عاليه او بايوريا، معناه ان الانفكشن تحت مش بايلونفرايتس، لا دي لور يو تي اي، يا اما سيستايتس يا اما يوريثرايتس. ازاي افرق ما بينهم؟ ما اعتقدش حد هيسالكم فيها، بس ميديكوسس بيرفكشناليز قالها بطريقه حلوه جدا. قال لك ان اليوريثرايتس دي اقرب لبره، فانت هتاخد عينتين. اول عينه لو لقيت الوايت بلاد سيل فيها اكتر بكتير، يعني مثلا انت خدت عينتين، عينه النهارده وعينه بكره، لو لقيت بتاعه النهارده فيها 1000 وايت بلاد سيل وبتاعت بكره فيها 100، فدي يوريثرايتس لان كل الكتير طلع في اول عينه. طب لو لقيت العكس، عينه النهارده فيها 100 وبكره فيها 1000، دي تعتبر سيستايتس لان الباس سيل جايه من فوق، جايه من اليورينري بلادر. حلوه دي، ودي شكل اليورين دبستيك، شايفين اللوكوسايت استريز هنا وهنا النيترايت، دول نيجاتيف، لو طلعوا بوزيتيف اللوكوسايت استريز يديك لون بينك بيربل والنيترايت يديك لون بينك. السلايد دي برضو من نوتس اند نوتس بتاعت الام ار سي بي، مش شرط تحفظوها لكن علشان تستوعبوا بس احنا بنتكلم في ايه. ايه هي ريكومنديشنز عشان تعمل دايجنوستيك ايفالويشن للانكومبليكيتد سيستايتس؟ دي الجايد لاينز بتاعت بريطانيا او اوروبا. اول حاجه عشان تشخص انكومبليكيتد سيستايتس ده بيعتمد على وجود هيستوري اوف لوور يورينري تراكت سيمتومز. انت عندك لوور يورينري تراكت سيمتومز زي ما قلناها، وفي نفس الوقت هتشخص وجود absence of vaginal discharge أو irritation علشان تأكسكلود إن ديت إيه vaginitis، لأن urinary tract infection حاجة والvaginitis دي حاجة تانية. استخدام urine dipstick ممكن مع الـ signs and symptoms يغنيك عن استخدام الكالتشر، لأن الكالتشر بتاخد 3 أيام وإنت أصلاً في بعض الأحيان ممكن تعالج الـ UTI وتخف تماماً في خلال 3 أيام لأسبوع. فاحيانا استخدام الدبستيك لو لقيت فيها لوكوسايت استريز بوزيتيف والنيترايت بوزيتيف والعيان ده بيشتكي من لوور يورينري تراكت سيمتومز، ده بيكون كافي تماما للتشخيص وتبدا امبيريك تريتمنت على طول بدون ما تسحب مزرعه، خصوصا لو هي انكومبليكيتد. كومبليكيتد دي يعني في فيفر، في سيستميك انويلنس، عيان داخل في شوك بيشتكي، انت عارف ان هو اميونو كومبرومايزد، عامل رينال ترانسبلانت، اي في وجود اي كومبليكيشن يعني. امتى اليورين كلتشر اعملها ولازم يبقى ضروري اعملها؟ لو انت شاكك ان في اكيوت بايلونفرايتس، يعني ابر يو تي اي، او لو السيمبتومز ما استجابتش للعلاج في خلال اسبوعين لاربع اسابيع وانت متاكد ان العيان بياخد العلاج مظبوط، فكده في حاجه ابعد من مجرد وجود انكومبليكيتد يو تي اي، او السيدات اللي جايين بايتابيكال سيمبتومز او بريجننت وومن. في الاربع حالات دول لازم تاخد كلتشر.
كتابنا بقى قال ايه في الانفستيجيشن؟ كتابنا دخل على طول في الكالتشر وقال لك ان بيور جراث لليورينري باثوجين اكتر من 10 اس 5 او اكتر من 100000 كولوني فورمينج يونت لكل ملي، ده يعتبر هو الستاندرد عشان تشخص اليو تي اي. لكن في الكات اوف ديت اللي هي اكتر من 10 اكتر من او تساوي 10 اس 5، من 30 ل 50% من حالات اليو تي اي ممكن تسكيب الدايجنوزز. علشان كده حطلنا لها موديفيكيشن للكريتيريا ديت. قال لك لو انت لقيت في المزرعه من 10 اس 2 ل 10 اس 5 كولوني فورمينج يونت لكل ملي في عيانه في سن صغير، وانت شاكك بالكلينيكال سسبشن بتاعك ان هي عندها انكمبليكيتد سيستايتس، او في التشيلدرن او الميل، او شاكك انه في بايلونفرايتس، ده كافي للدايجنوزز وتعالج على اساسه. لو في كلينيكال سسبشن ممكن نعالج بكت اوف بوينت اقل، او لو في بكتيريوريا اكتر من او تساوي 10 اس 2 يعني 100 كولوني فورمينج يونت لكل ملي، ومعاها بقى سيجنيفيكانت بايوريا يعني في وايت بلاد سيل كتير، ده يعتبر سيجنيفيكانت. وفي الاخير بيقول لك ان البكتيريوريا ان دي ابسنس اوف بايوريا غالبا بيكون ناتج من كونتامينيشن وليس انفكشن، لان زي ما قلت الباس سيل او البايوريا هي ناتجه من المعركه التي دارت ما بين البكتيريا وما بين الوايت بلاد سيل، الوايت بلاد سيل عشان دي بتحمي الجسم. فمعنى وجود بكتيريا كتيره قوي من غير ما يبقى فيه ولا وايت بلاد سيل، لا في حاجه غلط، ده ممكن يبقى كونتامينيشن مش انفكشن. السلايد ديت عايزين نستفيد منها ايه؟ ان انت لو عملت يورين كلتشر امتى تقول ان العيان ده عنده يو تي اي باستخدام اليورين كلتشر؟ لو لقيت الكولوني فورمينج يونت اكتر من 10 اس 5 او اكتر من او تساوي 100000، هل ده لوحده؟ لا، لان في نص الحالات ممكن ما تنطبقش عليها الكريتيريا ديت ويبقى عندها يو تي اي برضه. طب ايه الموديفيكيشن عشان اجيب نص الحالات ديت؟ عملنا اتنين موديفيكيشن، لو لقيناها اكتر من 10 اس 2 بس معاها بايوريا كتير اشخص، او لو لقيتها من 10 اس 2 ل 10 اس 5 يعني اقل من الكات اوف ديت لكن في سمبتومز عنيفه، في كلينيكال سسبشن يشككني جامد. تاني حاجه هي اليورين اناليسيس بالدبل ستيك، بوزيتيف لوكوسايت استريز او نايترايت ريدكتيز او الاثنين مع بعض، البوزيتيف بريدكتيف فاليو بتاعتهم 66 والنيجاتيف بريدكتيف فاليو 90. طبعا لو حد كان شاطر ومذاكر كوميونتي هيبقى فاهم يعني ايه بي بي في او بوزيتيف بريدكتيف فاليو، لكن في كلمه واحده بوزيتيف بريدكتيف فاليو معناها ان 66% من العيانين اللي طلعوا بوزيتيف لوكوسايت استريز وبوزيتيف نايترايت ريدكتيز اكيد عندهم يو تي اي، والعكس نيجاتيف بريدكتيف فاليو ان 90% من الناس اللي طلعوا نيجاتيف في الاثنين اكيد ما عندهمش يو تي اي. ودي طبعا مختلفه عن السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي، لكن ده مش موضوعنا خالص. في اللو ريسك كيسز اللي هي ان كومبليكيتد تماما ممكن تستخدم الدبستيك ومش محتاج ان انت تعمل لا كلتشر ولا اي حاجه، دبستيك زائد سيمبتومز يشخص وكفايه. طب لو هتاخد عينه ايه هي اشهر عينه الموست كومن سبيسمن بتاخدها ازاي؟ كلين كاتش ميد ستريم يورين سامبل، احفظوها كلين كاتش ميد ستريم يورين سامبل. وفهمناها معناها ايه؟ دي بعمل بيها مايكروسكوبيك اكزامينشن وبكبر على 40، ده يعتبر هاي باور فيلد، وبشوف فيه يا اما اشوف البصل بايوريا يا اما اشوف الاورجانيزمز بكتيريوريا. ممكن الاقي وايت بلاد سيل كاست، ولو لقيت كاست ده معناه خلاص دي حاجه جايه من الكيدني بايلونفرايتس. طب الكالتشر امتى اعمل كالتشر؟ الدكتور قال لو في بايوريا كتير، واحنا قلنا من شويه ايه هي باقي الانديكيشنز اللي هتحتاج فيها تعمل كالتشر. السامبل لازم تبقى كالتشرد في خلال ساعتين من تجميعها، ولو ده مش بوسيبل بتحطها في الثلاجه في درجه حراره 4 لمده يومين بالكتير قوي، وبعد ما تعالج وخلاص كله تمام ممكن تحتاج تعيد الكالتشر عشان تتاكد ان حصل ايراديكيشن، مفيش خلاص اي اورجانيزمز موجوده. بعد الانفستيجيشنز نتكلم عن الاستيرايل بايوريا. استيرايل يعني نظيف، يعني مفيش اورجانيزم، بايوريا يعني في باس سيل في اليورين. فمعناه ايه استيرايل بايوريا؟ معناه ان انت لقيت باس سيل وانت بتعمل مايكروسكوبيك اكزامينشن لليورين، لكن ما لما جيت تعمل كلتشر عشان تزرع الاورجانيزم وتشوف هو ايه ما لقيتش فيه اي اورجانيزمز خالص. ديتكشن اوف باس سيل في المايكروسكوبيك اكزامينشن اوف يورين وذ ريبيتد نيجاتيف كلتشر ده يعتبر استيرايل بايوريا، والديفينيشن في غايه الاهميه في امتحانات الاوسكي، مهمه جدا جدا جدا، والكوزز بتاعت الاسترايل بايوريا في غايه الاهميه. ديفينيشن بطريقه ثانيه ده معناه السيتويشن اللي انت بتلاقي فيه لوكوسايت بالمايكروسكوب في اليورين، لكن السبسيكوينت كلتشر هتبقى استيرايل يعني ما فيهاش اورجانيزم. ايه هي اسباب الاسترايل بايوريا؟ الموست كومن كوز ان انت بدات علاج. هو الطبيعي في اي كلتشر برضه في اي انفكشن في اي حته في الجسم، الطبيعي ان انت بتاخد العينه بعدين تبدا الامبيريك انتي بايوتيك.
لو انت بدات الانتي بيوتيك الاول وبعدها بيومين ثلاثه افتكرت تاخد عينه، العينه دي بنسبه كبيره مش هتلاقي فيها الاورجانيزم، لان الانتي بيوتيك اللي انت اديته قتل الاورجانيزم، فده يعتبر بارشلي تريتد يو تي اي، اتعالجت جزئيا. لو انت بدات الانتي بيوتيك قبل ما تاخد العينه، قبل ما تعمل سامبلينج بيفور كالتشرنج، يعني المفروض بيفور سامبلينج، يعني ده اشهر سبب واهم سبب للاسترايل بايوريا. هل في اسباب تانية؟ وجود ستونز. في سبب ثالث؟ البروستاتايتس. في سبب رابع؟ البلادر كانسر او بلادر تيومر. في سبب تاني؟ الرينال بابيلاري نيكروزز، وده موضوع هتاخدوه في الاكي اي. التيوبيلو انترستيشال نيفرايتس، وده ليه محاضره لوحده. التي بي او الفاستيديوس اورجانيزم زي الكلاميديا. طب ليه؟ لان دول محتاجين سبيسيفيك كلتشر ميديوم. الموست كومن كلتشر ميديوم ده كلام مايكروبيولوجي، احنا بنزرع على البلاد اجار عشان نطلع كلتشر. التي بي حاجه اسمها ال جي ميديوم، محتاج ميديوم خاصه بيه. الفاستيديوس اورجانيزم، كل فاستيديوس اورجانيزم، فاستيديوس يعني ضعيف، مخلوق ضعيف، محتاج كلتشر ميديوم خاصه بيه عشان يطلع. فدول ما بيطلعوش على البلاد اجار، فبيطلع لي نيجاتيف كلتشر رغم ان الاورجانيزم موجود، محتاجين الميديوم الخاصه بتاعته. او لو في كونتامينيشن للسامبل بالفاجينال لوكوسايتس، اللوكوسايتس سقطت، حصل لها شيدنج من الفاجينا، وقعت في العينه بتاعتي، لكن اليورينري ايبيثيليوم كله سليم وزي الفل. واخر حاجه الابانديسايتس، وده يعتبر زي البروستاتايتس كده، ممكن يبقى كريفلكس، يعني ريفلكسيف انكريز في الوايت بلاد سيل كاونت في اليورين مع وجود انفكشن في مكان تاني في الجسم. يعني معلومتين مهمين، البريجنانسي تيست لازم يتعمل، فاغلب للبريجنانسي تيست مهم، لان بعض الادويه الانتي بيوتكس اللي هستخدمها تراتوجينيك، فما ينفعش استخدمها في البريجنانسي. وموضوع اليو تي اي ان بريجنانسي دي محاضره هتاخدوها كده في النساء ان شاء الله، فما تستعجلوش. طيب السسبكتد بايلونيفرايتس، قلنا محتاجين نشوف وظائف الكلى، شوف هنعمل سي بي سي عشان نشوف الوايت سيل كاونت عموما، ونشوف السي ار بي علامه الالتهاب في الجسم، ونشوف السيرم كرياتينين واليوريا، ونعمل يورين اكزامينشن برضو. عشان برضو ما نتوهش في الدايجنوزز، انا لخصته لكم كله في النص سلايد دي بعد ما فهمنا كل حاجه. عشان تشخص اليو تي اي انت محتاج الكلاسيكال ساينز اند سيمبتومز اللي احنا قلناها، بعد كده محتاج لاب ستوديز تعمل انفستيجيشن. الانفستيجيشن اول حاجه هتستخدم فيها اليورين، اليورين اكزامينشن، تاخد عينه اليورين دي تعمل بيها ثلاث حاجات. اول حاجه هي اليورين دبستك، تشوف فيها لوكوسايت استريز ونايترايت. تاني حاجه تفرد العينه في فيلم تحت الميكروسكوب علشان تشوف هل في بصل او اورجانيزمز ولا لا. وتالت حاجه هي اليورين كلتشر، وتحت اليورين كلتشر الكلام بتاع بقى 10 اس 5 تشخص، من 10 اس 2 ل 10 اس 5 لو في حالات معينه تشخص، 10 اس 2 او اكتر زائد باكتيريوريا تشخص. السلايد اللي موجوده في كتابكم دي كده الحاجات اللي بتستخدم فيها اليورين. في حاجات الكتاب ما تعرضش ليها لكن المفروض تعرفوها برضو. لو في بايلونيفرايتس زي ما قلنا هنستخدم رينال فانكشن تيست، شوف يوريا وكريات. لو ريكورنت او في الميل او في الشيلدرن، فانت شاكك في ستراكشرال ابنورماليتي ستونز او كونجنتال انومالي، فوقتها هتعمل رينال الترا ساوند. ولو احتجت بعد السونار انك تعمل سي تي ممكن تستخدمه. طب لو العيان بيجيب هيماتوريا هتحتاج تستخدم حاجه زي السيستوسكوب عشان تاخد عينه منظار وتاخد عينه بالبايوبسي. دي كده خلاصه الدايجنوزس. نوتس صغيره، الامجنج انا بحتاجها بس في الكومبليكيتد كيسز، لو الفيفر كملت اكتر من يومين، او في كلينيكال ديتيريوريشن ومفيش اي تحسن، او دايابيتس مش قادر اسيطر عليه، او اميونو كومبرومايزد، او في سيستميك سبسس، او ريكارنت ابيسودز، او ستون فورميشن، الكومبليكيشنز يعني. هعمل ايه؟ الانيشيال انفستيجيشن هستخدم الترا ساوند على الابدومين والبلفس. لانه ايه فايدته يعني، او ليه بستخدمه، ايه الادفانتج بتاعته؟ ان ما بستخدمش فيه لا كونتراست ولا بينفولف اي راديشن خالص. ممكن اكسكلود بيه ان في ستونز او باك بريشر، اوبستراكشن او هيدرونيفروزز. بعض الاحيان النيجاتيف الترا ساوند لا يستبعد البايلونيفرايتس او اليوريتريك ابنورماليتي. ممكن تبقى موجوده، معنى كده ان السنسيتيفيتي بتاعته مش 100%. ففي بعض الحالات بيفوتها. عشان كده لو في هاي كلينيكال سسبيشن هضطر استخدم سي تي with IV contrast وأمري لله، وده يعتبر هو الجولد ستاندرد، لكن مش بستخدمه في كل الحالات. في الرجالة علشان أأسس البروستاتيك سايز والبلادر إمتنج ممكن أعمل يورو دايناميك فلو ستاديز زي ما أخدته في المسالك. وفي الحالات اللي أنا شاكك فيها في بروستاتيك كانسر أو بلادر كانسر هستخدم سيستوسكوب عشان أخد عينة وأفحصها بالباثولوجي. يعني ما ينفعش أقول إن في كانسر أو مالجنسل
من غير ما اخد عينه يعني واوديها لبتوع الباثولوجي يفحصوها. خلصنا الانفستيجيشنز العنيفه الحمد لله، ندخل على العلاج. في العلاج مين محتاج كلوزر اتنشن، مين محتاج اهتمام مبالغ فيه علشان حالته تستدعي ده؟ لو عيان عنده سيمتومز اكتر من 14 يوم، او اليو تي اي ريكرنت، او الحالات اللي فيها ميلز او تشيلدرن او بريجننت فيميل او دايابيتس ميليتس اللي هي تعتبر اميونو كومبرومايز ستيت، او عيان شاكك ان عنده بروتيس لان البروتيس بيبقى معاها ستونز زي ما قلنا، او ستونز لوحدها، او نون ابنورمال يورينري تراكت يعني في يورينري تراكت ابنورماليتي كونجنتال انوماليز او ستراكشرال او فانكشنال، او عيان مركب كاثيتر او ستنت. مش شرط وانتوا بتذاكروا يعني هو مش قران يعني. الاسئله انواع، يا اما اسئله ام سي كيو يا اما اسئله حاله شفوي يعني، انت مش هترصهم وانت بتتكلم مع الدكتور يعني. فانت بالمنطق بتختار الحاجات السهله تثبتها في دماغك، وفي حاجات كتير قوي منهم سهلين يعني، دي نقطه مهمه علشان تسهلوا على نفسكم المذاكره. نبدا العلاج. الحالات اللي هي uncomplicated lower UTI، uncomplicated و lower يعني cystitis أو urethritis، باخد العينة. لو يعني في الحالات ديت زي ما قلنا أو زي ما اتفقنا، أحيان كتير مش بحتاج أعمل لها culture، كفاية بس ال signs and symptoms زائد الدبستيك وعالج على طول. ببدأ بإمبريك antibiotic، يا إما short course يا إما long course، يا إما هدي دواء 3 أيام زي التريميثوبريم أو الكوتريموكزازول، ده بيبقى سلفا ميثوكزازول وتريميثوبريم، والدوزز إن شاء الله مش حفظ يعني. يا إما لونج كورس من 7 إلى 10 أيام، وده نيتروفيورانتوين. وافتكروا دايما أن النيتروفيورانتوين ده الدواء اللي بيحبوا يستخدموه دايما في اليو تي آي. لكن لو في رينال إمبيرمنت ما بستخدمش نيتروفيورانتوين، تحديدا لو الجي إف آر أقل من 60 ما بستخدمش النيتروفيورانتوين، لأنه بيبقى إكسكريتد أصلا في اليوم، فده هيعمل توكسيسيتي منه. يبقى الإمبيريكال تريتمنت في علاج السيستيتس يا إما تريميثوبرين 3 أيام أو نيتروفيورانتوين 7 ل 10 ايام. كلمه ورا ضغطها ممكن ما يجيبوش نتيجه، فهحتاج السكند لاين. امتى السكند لاين هستخدمه؟ لو في هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، مثلا عيان عنده سلفا سنسيتيفيتي، السلفا ميثوكسازول مش هينفع يستخدمه، او عنده نيتروفيورانتوين الرجي مش هينفع استخدمه، فهحتاج سكند لاين. او ديفلوب ذا سايد افكتس من الدراجز ديت، او فشلت فيلير اوف فيرست لاين ميديكيشنز، ساعتها اول حاجه هعملها ان انا هاخد يورين كلتشر عشان اشوف كلتشر اند سنسيتيفيتي، عشان اختار الانتيبيوتيك دايركتد اجينست الاورجانيزم اللي موجود عند العيان ده. هل هستنى نتيجه الكالتشر؟ هستنى 3 ايام على ما تطلع؟ لا، ممكن استخدم امبيريك سكند لاين. زي ايه اشهر حاجه ما ينفعش نسوها؟ فلوروكينولونز زي السيبروفلوكساسين والليفوفلوكساسين. ممكن استخدم السيفالوسبورين او الفوسفومايسين سنجل دوز. الامبسيلين او الاموكساسيلين بيبقوا ليس افكتيف في اليو تي اي عموما، لان دول بيشتغلوا اكتر على الجرام بوزيتيف كوكاي، واغلب الاورجانيزمز بتاعت اليو تي اي جرام نيجاتيف بس اللاي، فمش ده السكوب بتاعهم خالص. لكن في بعض الاحيان بيزد على الكالتشر اند سنسيتيفيتي ممكن تستخدمه. يعني لو طلع لك مثلا في الكالتشر ان في ستافيلوكوكس سابروفاتيكس وسنسيتيف للامبيسيلين، خلاص استخدم امبيسيلين. فاهمين قصدي؟ وانكرج العيان ان هو ياخد هاي فلويد انتيك اب تو اكتر من 2 لتر في اليوم، لان ده بيعمل ووش اوت للاورجانيزم من اليورينري تراكت. لكن خد بالك ان زياده اليورينيشن ممكن تبقى مصحوبه بديسيوريا اللي هي اصلا مضايقه العيان، فلو العيان مش هيستحمل الديسيوريا اللي هتبقى مصحوبه بزياده الفلويد انتيك، خليك ايه حريص شويه. طب لو كانت كومبليكيتد لوور يو تي اي، مين هي الحالات اللي تعتبر كومبليكيتد؟ هي اللي احنا قلناهم ات ريسك، اللي محتاجين سبيشال كونديشن او سبيشال اتنشن. هما بالظبط: ميل recent urinary tract instrumentation، عيان مركب ستنت او كاثيتر، عيان اخذ انتيبيوتيك قريب، عيان عنده diabetes او immunocompromised، عيان عنده stones او obstruction او structural abnormality او functional abnormality، او في stones forming body، او في renal failure. كل دي تعتبر complicated lower UTI. هستخدم لهم ايه في العلاج؟ complicated زي ما قلنا من شويه يبقى محتاج culture. هل هبدا العلاج الاول؟ لا، هاخد العينه، هاخد السامبل بتاعتي اللي هي clean catch midstream urine sample، وبعدين ابدأ بامبيريكال انتيبيوتيك. الامبيريكال انتيبيوتيك في حالة الكومبليكيتد لور يو تي اي، وده اللي بيجي لكم في الاسئلة، كومبليكيتد لور يو تي اي، هستخدم فلوروكينولون حوالي 10 ايام. وبعد ما نتيجة الكالتشر تطلع هعمل موديفيكيشن. لو طلع سنسيتيف للكينولون هكمل، طلع ريزيستنت وسنسيتيف لحاجة تانية خلاص هعمل موديفيكيشن وابدل.
في حالة الاميونو كومبرومايزد من الأول بزود سنجل دوز أمينو جلايكوزايد زي الجنتامايسين، زي مثلا حالات اليو تي اي في الناس اللي عاملة زراعة كلى رينال ترانسبلانت بيشنت. لكن خد بالك ان الأمينو جلايكوزايد عندها اتنين توكسيستي مشهورين قوي في الجسم، نيفرو توكسيستي وأوتو توكسيستي، فخد بالك من النيفرو توكسيستي في بتاعة الأمينو جلايكوزايد. طب لو كان بقى اكيوت بايلونفرايتس يعني ابر يو تي اي، الانيشال اسسمنت لازم تبقى محتاجها علشان ديترماين هل العلاج هيكون في الاوت بيشنت يعني في العياده والعيان هيروح يكمل علاجه بالانتي بايوتكس في البيت، ولا انت محتاج تحجز العيان سواء في عنبر او عنايه. فانت لازم تشوف حاله العيان على بعضها، نوزيا وفوميتنج، هل العيان سيستميكالي انويل ولا ايه الدنيا بالظبط. السجستنس بتاعت علاج البايلونفرايتس ان انت برضو كينولونز فلوروكينولون سواء سيبرو او ليفو لمدة 14 يوم، وخد بالكم من المدة، يعني احنا اقصى حاجة في اللور يو تي اي كانت 10 ايام، لكن هنا بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ 14 يوم، اقل حاجة اسبوعين، ممكن توصل 21 يوم كمان. ممكن استخدم حاجة غير الفلوروكينولونز؟ خدوا بالكم ان الفلوروكينولونز بتتاخد بير اورال عن طريق الفم. لكن ممكن استخدم كو اموكسي كلاف، ده بيبقى اموكساسيلين مع كلافيولانيك اسيد، هبدأ الاول اي في بعدين لمدة 3-4 أيام لحد ما النزاية والفوميتنج تخف، بعدين أكمل أورال، أكمل الأسبوعين أورال. أو ثيرد جنريشن سيفالوسبورين زي السيفتراكزون مثلا، برضو ده الفكرة أي في بعدين أكمل أورال عشان أكمل الأسبوعين أورال. يعني لو اديت 3-4 أيام أي في، 4 أيام أي في يبقى 10 أيام أورال. ممكن أحط معاه سنجل دوز من الجنتامايسين لأنه يعتبر إميونو كومبرومايز، وأعمل ريهايدريشن ب 9/100 نورمال سلاين. هنا ريهايدريشن عن طريق كانيلا لان العيان ده عنده فوميتنج فمش هيقدر يشرب ميه، فانا بدي المحلول عن طريق الكانيليشن، علق له محلول. العيان ده ممكن يبقى بيتوجع من الالم، خصوصا ان البايلونفرايتس ممكن يبقى معاها رينال كوليك لو السبب كان ستون، فيحتاج ابروبريت انالجيزيا قويه وانتي ايماتيك لو الترجيع مش قادر اسيطر عليه. والسلايد دي برضو البريتش جايد لاينز من نوتس اند نوتس بتاعت الام ار سي بي. خلاصة اللي احنا قلناه، اللور يورينري تراكت هستخدم لها ايه؟ تراي ميثوبرين او نيتروفيورانتول، ده يعتبر الفيرست لاين. السكند لاين ممكن كينولون او سيفالوسبورين او اموكساسيلين لو الكالتشر بتقول. طب الاكيوت بايلونفرايتس فوق، ده هستخدم برود سبيكترم كينولون او سيفالوسبورين. الاكيوت بروستاتايتس دي هنقولها لسه كمان شويه، بستخدم لها كينولون او تراي ميثوبرين. البروفيلاكسس، البروفيلاكسس يعني الوقاية، الوقاية خير من العلاج. البروفيلاكتيك أنتيبيوتيك ده يعتبر أوبشن لو في نون ريبيرابل أندرلاين كوز بيعمل يو تي آي كل شوية. البروفيلاكتيك أنتيبيوتيكس ممكن تقلل الريكورنس أب تو 95% من الحالات. لو اليو تي آي كان ريليتد للسكشوال انتركورس زي ما قلنا إن بيحصل كولونيزيشن أكتر للأورجانيزمز ديورينج الانتركورس، ففي الحالة ديت بعد الانتركورس هديله هاي دوز من الترايميثوبريم، اعرفوا الدوز هنا معلش، ترايميثوبريم 200 ميلي جرام او كوترايموكزازول 480 ميلي جرام او نيتروفيورانتين 50 ميلي جرام بعد الانتركورس مرة واحدة. طب لو كانت نون ريليتد للانتركورس، في الحالة دي انا همشيه على لو دوز بروفيلاكسس فور لونجر ديوريشن، وكل شهر ابدل. يعني هبدأ مثلا اول شهر ترايميثوبريم، بصوا الدوز النص هنا 200 هنا 100، بعدين نيتروفيورانتين 50 الشهر الثاني، بعدين سيفالكسين 250 الشهر الثالث، ممكن نستخدم كوترايموكزازول او اموكساسيلين الشهر الرابع، بعد الشهر الرابع مثلا ارجع للترايميثوبريم الشهر الخامس، الشهر السادس نيتروفيورانتين، وهكذا لحد سنه، واقيم الحاله. لو العيان فضل سنه فري ما بيجيلوش اي ريكورنس من اليو تي اي، خلاص ممكن اوقف البروفيلاكتيك انتيبيوتكس ديت. ليه انا بعمل الروتيشن ده؟ علشان أفويد المشكلة الكبيرة بتاعت الأنتيبيوتكس وهي الريزيستنس، أنتيبيوتك ريزيستنس. نتكلم بقى عن الاسبيشال تايبس اوف يو تي اي. أول نوع هو asymptomatic bacteriuria. الاسيمتوماتيك بكتيريوريا زي ما قلنا في السلايد بتاعت الديفينيشن، معناها إن في بكتيريا في اليورين في عيان ما عندوش أي سيمتومز. دي حاجة مشهورة، 1% من كل اليونج فيميلز على مستوى العالم عندهم asymptomatic bacteriuria. النسبة دي بتزيد لتوصل ل 20% في السيدات اللي فوق ال 80 سنة. طبعا ده غير خالص في الميلز. By definition, isolation of the same organisms، لو عملت له مزرعة هلاقي أكتر من 10^5 colony forming unit لكل ملي،
في two consecutive urine sample. يعني خدت عينتين ورا بعض من اليورين بالكلين كاتش ميدستريم، لقيت فيه نفس الاورجانيزم، فانا شخصت ان العيانه ديت عندها asymptomatic bacteriuria. ايه هي الريسك فاكتورز للاسيمبتوماتيك بكتيريوريا؟ السكشوال اكتيفيتي، او لو مثلا حد متجوز جديد، او في الغرب لما بيحصل سكشوال انتركورس ما بين نيو بارتنرز. الدايابيتس از ريسك فاكتور برضو، الهوسبيتاليزيشن، الامبيرد يورينري فويدنج زي ما قلنا ان الستيزز او الانكمبليت بلادر امبتنج ده يعتبر ريسك فاكتور للانفكشن عموما، او عيان مركب اندويلنج ديفايس وعايش بيز سواء كان يوريتريك كاثيتر او يوريتريك ستنت او فولي كاثيتر او كده، دي تعتبر ريسك فاكتورز للاسيمبتوماتيك بكتيريوريا. موضوع الاسيمبتوماتيك بكتيريوريا مهم اكتر حاجه في موقفين، البريجننسي، يعني انا ما بعالجش ولا بعمل سكريننج للاسيمبتوماتيك بكتيريوريا الا في حالتين بس. اول حاله فيهم واللي ما ينفعش ارجوكم تنسوها تماما هي البريجننسي، لان الاسيمبتوماتيك بكتيريوريا في البريجننسي سلاح قاتل، الكومبليكيشنز بتاعتها عنيفه، ممكن تؤدي الى بروم بريماتيور رابتشر اوف ميمبرينز للبيبي، وتؤدي الى بري تيرم ديليفري، او ولو بيرث ويت مع اي او جي ار او انتر يوتراين كروس ريستريكشن والمشاكل بتاعتهم كلها. الحاله الثانيه اللي مهم فيها هي الناس اللي هتعمل يورينري تراكت انسترومنتيشن سواء كاثيتر او يوريتريك ستنت، لانك ممكن تعور الميكوزال بليدنج وتدخل انفكشن اكتر، وتؤدي الى ان التعويره دي تودي البكتيريا اللي موجوده في اليورينري تراكت للدم. في الحالتين دول محتاجين سكريننج ومحتاجين علاج بنفس علاج اليو تي اي العادي على حسب مكانها، مفيش كلمه زياده في العلاج، لكن احنا بنقول موضوع الاسيمبتوماتيك بكتيريا عشان ناكد على الموضوعين، الانسترومنتيشن مع ايه، مع البريجننسي لا ينسوا. بعدين الريكورنت يو تي اي، ريكورنت يو تي اي معناها ان في اكتر من 4 كلتشر بروفن يو تي اي في سنه، ومش شرط يبقى ذا سيم اورجانيزم، يبقى دي تعتبر ري انفكشن ولا ريلابس، تعتبر ري انفكشن. عشان كده انا لازم افرق الريكورنس مش ريلابس. الريلابس هو حدوث او عوده نفس الاعراض بسبب وجود ذا سيم اورجانيزمز. الريلابس بعالجه ازاي؟ بزود مده العلاج، يعني اسبوعين لاربع اسابيع من الانتيبيوتكس بيكونوا كافيين للقضاء على الاورجانيزمز. خد بالك لازم تستابلش هل العلاقه، هل الموضوع ليه علاقه بالانتركورس ولا لا. ريكورنت يو تي اي انت هتادفايس العيان ان هو يزود الفلويد انتيك اكتر من 2 لتر في اليوم عشان يعمل فريكوينت فويدنج ويعمل ووش اوت لليورينري تراكت فيتخلص من البكتيريا. دبل فويدنج يعني بعد ما يخلص حمام يستنى 10 ثواني وبعدين يحاول يعمل حمام تاني علشان الريزيديوال يورين يطلع في المره الثانيه ويساعد البلادر امتنج. وممكن بعض السيدات توصف لهم توبيكال استروجين كريم، بيبقى بيرفاجينال لوكالي يعني في البوست منوبوزال. ليه؟ لان بعد سن الياس بعد المنوبوز زي ما انتم عارفين مفيش هرمونز هتطلع من الاوفري، فمفيش استروجين وبروجستيرون، فالاستروجين مش هياثر على الابيثيليوم بتاع الفاجينا فمش هيزود فيه الجلايكوجين، فمفيش تغذية أو أكل للاكتوباسيلاي فمش هتقلل الـ pH، فالمنطقة دي هتبقى عرضة للفاجينيتس ولل UTI. فأنت بتعوض ده بأن أنت تحط topical estrogen cream عشان تزود الجلايكوجين عشان تاكله اللاكتوباسيلاي وتقلل لك الـ pH. في حاجات تانية ممكن تعالج الـ recurrent UTI؟ في عصير التوت أو الكرامبري جوس، بعض الدراسات أثبتت أن هو ليه علاقة أنه ينهبت الأدهيجن بتاع الـ E. coli لليوروثيليوم. والبروبيوتكس برضو النتائج بتاعتها في الكلينيكال ترايل ديسابوينتنج، لكن بعض الناس بتقول انها ممكن تبقى مفيده، يعني ممكن تتنسى عادي. السطر ده مهم، consider الانفستيجيشنز للناس اللي عندهم abnormal urinary tract، لو في structural abnormality هتحتاج تعمل imaging including اليوروديناميك ستادي، وهتحتاج تعمل سيستوسكوبي خصوصا لو في هيماتوريا او دم. ثالث حاجه هي الكاثيتر ريليتد UTI. البكتيريوريا بتحصل في 3-10% من الناس اللي مركبين كاثيتر لكل يوم كاثترايزد فيه، ودي نسبة عالية جدا. مفيش رول قوي انك تعمل سكريننج للأسيمتوماتيك بيشنت، لكن العلاج بيحصل لو في significant local symptoms lower urinary tract symptoms dysuria frequency urgency up to hematuria لو الكاثيتر عورت الميوكوزا او كده، او systemic upset العيان مش حاسس ان هو كويس. اول خطوة تعملها في الحالة دي هي ايه؟ انك تغير الكاثيتر
اللي هو اصلا مضطر انه يفضل مركب الكاتيتر، وبعدين تقيم هل العيان ده اي سيمتوماتيك. لو كان اي سيمتوماتيك خلاص مش محتاج تدي انتي بيوتيك. طب لو كان سيمتوماتيك وقتها هتدي انتي بيوتيك على الاقل 7 ايام. Prevention is the best، الوقايه خير من العلاج. Avoid من الاساس الكاتيترايزيشن او شيلها طول ما انت مش محتاجها، لان زي ما قلنا طول ما هي موجوده كل يوم 3-10% من العيانين ممكن يجي لهم بكتيريوريا. العلاج بطريقه اسهل لو كان اول خطوه عملناها ايه، ان احنا شلنا الكاتيتر او غيرناه. لو لقيناه سيمتوماتيك مايل تو مودريت هديله كينولورز من 10-14 يوم. لو كانت سيفير انفكشن مش مايل تو مودريت ممكن اكمل ل 21 يوم. طب لو اسيمتوماتيك مش هعالج اكسبت في 3 احوال، لو كان اميونو كومبرومايزد او لو انا خايف ان العيان يجي له بكتيريال اندوكاردايتس، او لو العيان هيحط انسترومنت تانية، هيحط كاتيتر تانية. رابع نوع من السبيسيفيك تايبس هو الانفيزيماتس بايلونيفريتس، ده بيحصل بالجاز فورمينج انتيروباكتريسيس في الناس اللي عندهم دايابيتس. اهم كلمتين في الام سي كيو ان الانفيزيماتس بايلونيفريتس بيبقى فيه جاز حتى في الاشعه، والموست كومن ريسك فاكتور ليه هو الدايابيتس. 90% من حالات الانفيزيماتس بايلونيفريتس عيانينها بيكونوا دايابيتكس، غالبا بتبقى سيفير بايلونيفريتس، الجاز بيبقى فيزيبل از اير فوساي في الكيو بي كيدني يورينري بلادر، دي اشعه اكس راي بطريقه معينه بتشوف الكيدني واليورينري بلادر، وبالسي تي. طبعا الكيو بي نوعا ما اوبسوليت فبشخصها بالسي تي، بشوف الاير فوساي واضحه. يعني المورتاليتي في الحالات دي بتبقى فيري هاي، من 20-60% من الحالات بتموت. امتى يتلحقوا؟ لو بدات بسرعه اي في برود سبيكتروم انتي بيوتيك لمده 3 اسابيع ولو ما لقيتش تحسن هضطر اعمل نفراكتومي، urgent نفراكتومي. الurgent نفراكتومي بشيل الكليه خالص من الجسم، دي بتحسن الاوتكم شويه. دي شكل الاير فوساي باشعه سي تي في الكيدني، دي انفيزيماتس بايلونيفريتس. النوع الخامس هو الزانسو جرانيلوماتس بايلونيفريتس. زانسو يعني لون اصفر، جرانيلوماتس يعني في جرانيلوما، فدي تعتبر كرونيك يونيلاترال بايلونيفريتس. غالبا الريسك فاكتور ليها اشهر حاجه رينال ستونز او اوبستراكشن، فده بيعمل لك وايد سبريد بارينكيمال ديستراكشن، برضه بيكون مشهور في الدايابيتس، بيجي بالبايلونيفريتس سيمبتومز العاديه فيفر نوزيا فوميتنج انوركسيا ويت لوس فلانك بين سيستميك ابسنت. ايه المميز؟ طيب ان الكيدني بتبقى بالبابل، كيدني بتكون كبيره بسبب الباك بريشر اللي موجود فيها من الاوبستراكشن او الستونز، وكمان مش بيبقى فيه كورتيكوميدالري ديفرنشيشن بسبب البرينكيمال ديستراكشن، فالكيدني بتبقى بالبابل. وفي الام سي كيو اشهر اورجانيزم بيكون اسوشيتد معاها هو البروتيس. السي تي بيكونفيرم الدايجنوزس، بعالج عادي زي البايلونيفريتس الريلابس كومن، ممكن احتاج في الاخر اعمل نفراكتومي، وممكن يشككني مع الار سي سي لان البرينكيما بتبقى ديستراكتد زي الار سي سي او رينال سيل كارسينوما، فممكن يشككني. جولد ستاندرد ان انا افرق ما بينهم هو ان انا اخد بايوبسي وافحصها. ده شكل الزانسو جرانيلوماتس بايلونيفريتس، اللي ده ديستراكشن اهو، يعني تحسها كده فعلا من بعيد اكنها ار سي سي او كانسر، ده شكلها. طبعا اللون اليلو عشان كده اصلا اتسمت زانسو، في باجمنتس، وديت شكلها شكل الستونز اللي ادت الى زانسو جرانيلوماتس بايلونيفريتس. النوع السادس الخاص من UTI هو البروستاتيتس. البروستاتيتس برضو بتبقى ascending infection جاية من اليوريثرا، واحنا عندنا prostatic ducts، فالorganism بينفيد البروستاتيك duct ويعمل inflammation جوه البروستاتا، يبقى source of infection بيبقى reflux من الinfected urine لجوه البروستاتيك ducts. فالinflammation بتديك نفس أعراض اللطس أو lower urinary tract symptoms بالإضافة إلى وجود fever، يبقى العيان ده هيشتكي من dysuria frequency urgency وكمان معاهم ايه fever، وممكن يشتكي من باقي الحاجات. البروستاتا ضغط على اليوريثرا ففي urethral obstruction، البروستاتا بتبقى swelling بتبقى swollen وtender. لو جيت اعمل digital rectal examination لو عملت urine culture هلاقي فيه pyuria وbacteriuria، لان دي تعتبر UTI في infected urine في urethritis وcystitis associated مع بروستاتيتس. نادرا ما البروستاتيتس تبقى isolated. العلاج هو نفس العلاج، كينولونز فلوروكينولونز، لكن اهم حاجه ان العلاج هنا prolonged اكتر من 4 اسابيع، مهم قوي المده بتاعه العلاج دي. النورمال يوريثرا
ديت البروستاتايتس عامله كومبريشن على اليوريثرا، عشان كده دي تعتبر واحده من اسباب اليورينري او البلادر اوت فلو اوبستراكشن اللي بتعمل incomplete emptying of urine اللي ممكن تدخلني في حلقه مفرغه او vicious circle من UTI cystitis، يعمل prostatitis، prostatitis يزود cystitis، دخلنا في ايه؟ في vicious circle. اخر حاجه هي الانترستيشال cystitis، inflammation في الانترستيشن في الوول بتاع اليورينري بلادر، وده يعتبر sterile inflammatory cystitis، يعني مفيش organism. بيجي غالبا في السيدات فوق ال 40 سنه، وغالبا بيبقى عندهم prior history من ال UTI ما تعالجش كويس، symptoms عاديه خالص من lower UTI، frequency dysuria، سوبر بيوبيك او بلفيك بين، ممكن يبقى معاها ستيرايل بيوريا، يعني دي تعتبر واحده من اسباب الاستيرايل بيوريا لان ما فيش اي اورجانيزم. لو اخذت سيستوسكوب وبلادر بيوبسي هلاقي فيه كاركترستيك انفلاميشن والسريشن في الول بتاع اليورينري بلادر، علاجها صعب، لكن هنا ما فيش انفكشن، ما فيش اورجانيزم، فانا مش محتاج ادي انتي بيوتيك. طب هي ايه المشكله؟ البين، حتى بصوا البين كاتب ان هو اوفن ديسابلنج، احيانا البين بيبقى عنيف لدرجه ان هو بيوقف حياه العيان، فده يعتبر نيوروباثيك بين بسبب انفلاميشن في النيرف اندنجز بتاعت اليودندال نيرف اللي بيغذي الوول بتاع اليورينري بلادر او ديتروز المصل، ساعتها هعالجه زي علاج النيوروباثيك بين بتاع مرضى السكر بالترايسايكليك انتي ديبريسنت، ده بعالجه بستخدمه لعلاج النيوروباثيك بين. او برضه لنفس النيوروباثيك بين ممكن استخدم البنتوسان بولي سلفيت صوديوم يا اما اورال او احقنه انترافازايكل عشان اقلل السايد افكتس بتاعته، في بعض الحالات بيكون مفيد. هنا انا بعالج الالم، بعالج البين، مش بعالج الانفكشن، مفيش انتيبيوتكس فعشان لان مفيش انفكشنز. بس كده خلصنا المحاضره، باذن الله تكونوا استوعبتوها وفهمتوها، باذن الله ما كنتش طولت عليكم، بالتوفيق يا رب دايما.